مقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة. الحوثيون يطلقون صاروخا باتجاه المدمرة الأمريكية، والجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين. بعد سيطرة الجيش السوداني على أم درمان، البرهان يتفقد سلاح المهندسين ويؤكد الاستمرار في مطاردة عناصر الدعم في كل أرجاء السودان. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الزيتون. وأشارت وكالة شهاب للأنباء، أشارت بأن القتلى ينحدرون من عائلة عزام. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام محلية إن قصفا إسرائيليا لمنزل في حي الدرج شمال مدينة غزة أوقع قتيلين وأربعة جرحى من الأطفال. كشفت الأمم المتحدة أن عدد القتلى الأطفال في قطاع غزة أكبر من عدد قتلى الأطفال بالحروب التي شهدها العالم خلال السنوات الأربع الماضية. جاء ذلك في منشور لمفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، الذي طالب بوقف ما وصفها الحرب على أطفال غزة ومستقبلهم. هذا بيتنا متكون من 3 طوابق، وكل طابق مقابله شقتين، وكل شقة فيها 19 أفراد، وكلنا أطفال، وعندنا مرضى سرطان وعندنا مرضى قلب. نريد الأمان، لا نريد لا طعام ولا شراب ولا نريد ميناء. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن حل الدولتين لن يتحقق طالما ظل الذين ارتكبوا أحداث 7 أكتوبر يحكمون غزة، مطالبا حماس بالإفراج عن المحتجزين وإخراج قادتها من غزة إذا أرادت وقف الصراع، كما دعا إلى هدنة فورية والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين. بالموازاة قال الوزير البريطاني إن بلاده تراجع مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، كما حث تل أبيب على منح تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة ليتمكنوا من توزيع المساعدات في غزة، موضحا أن فتح معبر كرم أبو سالم رفع عدد الشاحنات للمساعدات من 140 وذلك في شهر يناير الماضي إلى 262 في مارس الحالي. نحن نوافق تماما على أن حل الدولتين لن يتحقق إذا كان المسؤولون عن أحداث 7 أكتوبر ما زالوا يحكمون أي جزء من غزة. ما نود رؤيته هو تأمين هدنة فورية وإطلاق سراح الرهائن ووضع سلسلة من الشروط لتأكد من أن الهدنة تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار دون العودة إلى القتال. واحد من هذه الشروط هو أن المسؤولين عن الهجوم وقيادة حماس يجب أن يرحلوا عن غزة إلى جانب تفكيك البنية التحتية الإرهابية، وإذا لم يحدث ذلك من خلال عملية التفاوض فهو بلا شك سيعود للقتال، وهذا ما يحتاج الناس إلى فهمه. لوحت الولايات المتحدة بتغيير سياستها تجاه إسرائيل إذا شنت الأخيرة أي عملية عسكرية في رفح. وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين، فإن هناك خلافا في الرؤى بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو حول الخطوط الحمراء
بشأن الحرب. وأضافت المصادر أن هذه الخطوط الحمراء قد تضع واشنطن وتل أبيب بمسار تصادمي إذا شن الجيش الإسرائيلي عملية على رفح. وحول تداعيات هذا المسار التصادمي، رجحت مصادر موقع أكسيوس أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي على رفح لوقف الدفاع الأمريكي عن إسرائيل بالأمم المتحدة، حيث أشارت المصادر إلى أن واشنطن قد تسمح بإصدار قرار أممي لوقف إطلاق النار بغزة، بالإضافة لفرض قيود على استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل الجيش الإسرائيلي. قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الرئيس جو بايدن لن يدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تحمل مدنيين، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم ير بعد خطة لتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها. وقال سوليفان إن بايدن يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة لا يكمن في اجتياح رفح التي يوجد بها 1,300,000 نسمة دون وجود خطة يمكن الوثوق بها للتعامل مع السكان. الرئيس كان واضحا بخصوص موقفنا من دخول رفح. الرئيس لن يؤيد أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تضمن حماية المدنيين وتتسبب في إحداث ضغط هائل على الحدود الإسرائيلية المصرية. بايدن يرى أن الطريق إلى السلام الإقليمي لن يتحقق باقتحام رفح. ارتفاع كبير في أسعار السلع الرمضانية الأساسية، ما ذلك مع دخول شهر رمضان، حيث تضاعفت أسعار بعض السلع إلى 5 أضعاف. مراسل الحدث زار السوق المركزي في رفح وأعد التقرير التالي. نحن هنا في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة حيث السوق المركزي. هكذا هو المشهد هنا، إقبال وازدحام من المواطنين والنازحين على شراء الاحتياجات والمواد الغذائية. على الرغم من حالة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية لليوم 58 بعد 100، كل شيء غالي. اليوم كيلو الملوخية من 17 كان يبيعوا قبل هيك، اليوم 35 و40. يعني الواحد مش عارف، البندورة اليوم الكيلو ب10 شيكل أو 8 شيكل. كل إشي يعني ربطة الروكة اللي هالقد 4 شيكل و5 شيكل بطلبوا فيها. البصل كيلو 35 شيكل و40 شيكل. كل إشي يعني أسعار غالية. الله بعلم كيف الواحد، يعني مش عارف كيف الواحد مدبر حاله. ربطة خبز كنا نشتريها ب4 شيكل، اليوم 10 أو 12 شيكل. اليوم الغلاء بشكل مش طبيعي، مش طبيعي. بقول لك راس الملفوف 40 شيكل، كيلو الملوخية 35 شيكل، عمرها ما صارت بتاريخ الحياة. وبعدين والإشي مش موجود كمان، مش متوفر، بتلف الدنيا لما تلاقيه. رأي الدجاج المتلج 70 شيكل، 900 جرام، وين هذا؟ وين هذه الأسعار؟ بباريس فيش الأسعار هذه، واشنطن فيش. لو لفيت العالم كله بتلاقيش الأسعار هذه، تجار مجرمين. هو صراحة الأسعار اللي موجودة بالسوق مش يعني مش متناول الناس بتاتا بتاتا بتاتا، وغالية جدا جدا جدا. ورمضان القطايف أيضا تغير سعرها وارتفع في ظل ارتفاع المواد الخاصة بإعدادها، ارتفاعا حرم سكان غزة من تناوله وشرائه. فالحرب غيرت شكل الحياة وجمالها بالنسبة للغزيين. في ظل الحرب والظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها، المواد الخام اللي احنا بنشتغل فيها، القطايف الموجود هذا كله مرتفع، لا في سكر ولا في سيرج ولا سميد ولا طحين، فكله أسعار مرتفعة. يعني الكيلو احنا بنبيعه ب25 والكيلو كان 5 شيكل. فبعد برغم ذلك يعني ما فيش إقبال من قبل الناس على شراء القطايف، برغم انها يعني هي حلوى رمضان المعتادة اللي الناس بتاخدها بتفرح أطفالها فيها وبتعملهم فيها قطايف. فإن شاء الله هيك ربنا يفرجها علينا ونرجع الأسعار بالسعر الطبيعي بإذن الله. في ظل قتامة مشهد الحياة المعيشية لسكان قطاع غزة، يعولون في هذه اللحظات على الاتصالات والمباحثات في عدة عواصم عربية علها توصل إلى هدنة مؤقتة تعيد لو شيئا بسيطا من حياتهم قبل 7 أكتوبر. أحمد حرب لقناتي العربية والحدث من مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. أفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء
بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليهم، وذلك قرب بلدة الجيب شمال غرب القدس. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع قتيلين وثلاث إصابات عند حاجز الجيب العسكري، فيما أفادت وزارة الصحة بوصول جثمان الشاب زيد وارد شكري خليفة إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، مبينة أنه أصيب بالرصاص الحي في القلب قرب البلدة، ما يرفع عدد القتلى أمس الثلاثاء في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى ثلاثة بعد مقتل الطفل رامي حمدان الحلحولي في مخيم الشعفاط. أفاد مراسل الحدث بمقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر جراء استهدافهم، وذلك من قبل قناص إسرائيلي أمام مستشفى جنين الحكومي شمال الضفة الغربية. واقتحمت قوات إسرائيلية مدينة جنين ومخيمها، حيث جرت اشتباكات مع مسلحين حاولوا منعها من التقدم. إلى ذلك أفاد تلفزيون فلسطين بأن القوة الإسرائيلية المتقدمة استهدفت بعبوة ناسفة في مدينة جنين، وأظهرت مشاهد متداولة لحظة الانفجار في المنطقة. للمرة الثانية خلال 24 ساعة استهدفت الغارات الإسرائيلية محيط مدينة بعلبك شرق لبنان، كما أغار الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدة عيت الشعب جنوب البلاد. وأفاد الإعلام الرسمي بارتفاع حصيلة الغارة الجوية الإسرائيلية على بعلبك إلى 10 جرحى لبنانيين وسوريين إضافة إلى قتيل. في المقابل أعلن حزب الله في بيانات متتالية أنه استهدف الأجهزة التجسسية في موقعي بركة ريشة وجل الإعلام بالأسلحة المناسبة. بلغة شديدة اللهجة قال وزير الأمن القومي إتمار بن جفير لوزير الدفاع الإسرائيلي، قال إن الجيش من مسؤوليته وعليه بدء الحرب على لبنان الآن. في المقابل أفاد إعلام حزب الله أن أمينه العام حسن نصر الله استقبل وفدا رفيعا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحي، وأضاف أن وفد حماس أطلع
نصر الله على التطورات الميدانية في غزة والضفة الغربية، وبحث معه جبهات الإسناد وتطورات مفاوضات التوصل إلى وقف الحرب. أعلن الجيش الأمريكي تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أمس الثلاثاء، لكنها لم توضح مدى وقوع أضرار جراء إطلاق الصاروخ. أكد وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشربجي أنه لم يتم رصد أي تلوث بمادة فوسفات الأمونيوم في موقع غرق السفينة روبيمار، ذلك بالرغم من امتلاك الحكومة اليمنية وثائق تشير إلى أن حمولة السفينة كانت مادة فوسفات الأمونيوم. لدينا فريق متقدم، سميناه فريق متقدم تابع لخلية إدارة الأزمة، موجود في المخا، وهو موجود من هيئة الشؤون البحرية وهيئة حماية البيئة، وبالأمس أيضا نزل مدير عام الطوارئ البيئية في وزارة المياه مع كفريق آخر، وكذلك من مختبرات وزارة المياه ومختبرات المؤسسة العامة للمياه لفحص عينات، أخذ عينات. حتى اللحظة لم يتم رصد أي تلوث بمادة فوسفات الأمونيوم. بالنسبة لنا وبين أيدينا وثائق رسمية تشير إلى أن الشحنة هي عبارة عن فوسفات الأمونيوم. هذه الشحنة وفقا لوثائق رسمية، نحن طلبنا من دولة العالم، طلبنا من الشركة المالكة، طلبنا من ميناء التصدير، من كافة الجهات حول نوعية الشحنة، نوعية الشحنة لدينا وثائق تفيد بأنها فوسفات الأمونيوم. هذه هي طبيعة الشحنة. وأكسس الشراء الزرقاء أو التوثيق لحسابات مواقع وقيادات في ميليشيا الحوثي المصنفة أمريكية كمنظمة إرهابية دولية. ومن الحسابات المذكورة الرجل الثاني في الميليشيا محمد الحوثي. ورحب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بخطوة المنصة تمهيدا لإغلاقها، وجدد مطالبة تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وشركات الأقمار الاصطناعية بحظر محتوى الميليشيا الحوثية. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الجيش سيواصل حصار قوة الدعم في ولاية الجزيرة ونيالة وزالنجي والجنينة والخرطوم وبحري. وخلال زيارته لسلاح المهندسين في أمدرمان بعد سيطرة الجيش السوداني عليها، قال البرهان إن القوات المسلحة والأجهزة العسكرية ستلاحق عناصر قوة الدعم في كل مكان حتى يتحقق النصر الكامل وفق تعبيره. كما وجه التحية للقوات المسلحة وجنود سلاح المهندسين ولكل من قام بتحرير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والأحياء المجاورة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة في أحسن حال.
أحرز الجيش تقدما مفصليا واستراتيجيا في مدينة أم درمان الواقعة إلى الغرب من العاصمة الخرطوم، والتي تشكل الضلع الثالث للمدن المشكلة للعاصمة مع المدينتين الأخريين الخرطوم وبحري، حيث دخلت قوات الجيش السوداني ولأول مرة منذ بدء الحرب إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان، وذلك لأول مرة. دخول الجيش لمقر الإذاعة والتلفزيون جاء بعد حصار مستمر طوال ومعارك عنيفة طوال الفترة الماضية مع قوات الدعم السريع في مقر الإذاعة. والتلفزيون يمثل آخر معقل للدعم السريع في منطقة أم درمان، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين كلا الطرفين. لكن بعد هذه السيطرة، أين يتمركز كلا الفريقين في مدينة أم درمان؟ لو شاهدنا هذه الخارطة التي توضح أماكن سيطرة الجيش السوداني، فمدينة أم درمان أو منطقة أم درمان القديمة تمثل الجزء الأقدم من مدينة أم درمان، ويقع معظمها متاخمة لنهر النيل كما نشاهد من جهة الغرب. وبدخول الجيش إلى مقر الإذاعة والتلفزيون كما نرى هنا، مقر الإذاعة والتلفزيون الذي يقع في حي الملازمين، يكون قد سيطر على كل أحياء أم درمان القديمة بلا استثناء. الجيش أحكم سيطرته على كامل مناطق أم درمان، فضلا عن وجوده في مناطق الشمالية وبعض الأحياء الأخرى كما بيت المال، واد نباوي، واد آرو، وكذلك العباسية، حيث كان الجيش قد سيطر في الأيام الفائتة على بعض الأحياء الواقعة في الشمال كما ذكرنا، وهذه هي الأحياء. إذا انتقلنا إلى مناطق سيطرة القوات الدعم السريع، فنجد أن قوات الدعم السريع تتواجد في المناطق الغربية والمناطق الجنوبية، المناطق الغربية والجنوبية لأم درمان. فمثلا يتواجد معظم قوات الدعم السريع في الغرب من أم درمان، منطقة أم بدة، هذه المنطقة التي تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منها، وكذلك جنوب أم درمان منطقة أبو سعد، هذه المنطقة التي عبارة عن عدد من المربعات يسيطر الدعم السريع على عدد كبير منها، وكذلك أيضا جامعة أم درمان الإسلامية ومنطقة صالحة، هذه هي المناطق الأساسية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في منطقة أم درمان. تحدث رئيس وزراء السودان السابق ورئيس تنسيقية تقدم عبد الله حمدوك عن اجتماع محتمل قد تحتضنه القاهرة يجمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم محمد حمدان دجل حميدتي. وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة محلية، قال إنه ناقش مع القيادة المصرية إمكانية حث البرهان وحميدتي على اللقاء في القاهرة، وقد رحب المسؤولون المصريون بالأمر معتبرين استقرار السودان من استقرار مصر وانهياره كارثة أمنية، وأكد أن الجهود مستمرة والاتصالات ذلك أيضا مستمرة مع البرهان وحميدتي من أجل إنهاء الحرب، فيما لفت أيضا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد استعداده لاستضافة الاجتماعات. وقد وصف حمدوك زيارته إلى القاهرة بأنها مفصلية، حيث لمس تفهما من المسؤولين المصريين للأزمة السودانية، وقد كان هناك توافق في الرؤى، وذلك حول عدم وجود حل عسكري للحرب في السودان، وإنما الحل في الحوار السياسي وحصر مسؤولية حفظ وحدة وأمن واستقرار السودان بيد الجيش وحده. إلى اللقاء.